بسم الله الرحمن الرحيم. بنستكمل الـ ENT course for undergraduates. احنا كنا خلصنا diseases of the middle ear inflammations، وكنا وقفنا عند درس الـ autosclerosis. النهاردة هنبدأ درس الـ autosclerosis، والكلمة دي عايزها تيجي في دماغك ترن فيه شوية. كلمة autosclerosis يعني ايه؟ كلمة sclerosis دي كلمة مش غريبة عليك، خدناها في محاضرة قبل كده لو تفتكر. كلمة سكليروزس في محاضرة كان فيها حاجة اسمها تيمبانوسكليروزس. تيمبانوسكليروزس كانت لو تفتكر whitish باتشز كانت بتيجي في الإير درام، وكانت أحيانا بتإكستند للأوسيكلز، واتفقنا ساعتها إنها بتحصل بسبب لونج ديزيز أو لونج أو كرونيك ديزيز بيحصل في الميدل إير زي الأوتيتس ميديا، وأحيانا بعد الفنتيليشن تيوبس، واتفقنا ساعتها إنها بتعمل كوندكتيف هيرينج لوس، يعني هي بتأفكت الإير درام فيبقى اسمها مايرينجوسكليروزس، وأحيانا بتإكستند للأوسيكلز فيبقى اسمهم تيمبانوسكليروزس. النهاردة هيبقى موعدنا مع حاجة اسمها أوتوسكليروزس. سكليروزس المرة دي مختلف، والباثولوجي بتاعه مختلف، وفي مكان تاني خالص، لا هو الإير درام ولا هو الأوسيكلز، أو تحديدا مش الميليس والإنكوس، إنما على مستوى الستيبس. دي احنا بنصنفها على انها miscellaneous condition of the middle and inner ear. ليه قلت middle وليه قلت inner؟ لان هيبقى فيها اكتر من type. type بيجي في الميدل وtype بيجي في الانر ear. خلينا نفهم يعني ايه الاول autosclerosis. الautosclerosis definition بتاعها hereditary disease، معنى كده ان هو ليه genetic background of the otic capsule. ايه هي الotic capsule؟ اللي هي الريجن بتاع الoval window مع الكوكليا. مع يبقى ده disease of the otic capsule. ايه اللي بيحصل فيه؟ اللي بيحصل فيه replacement of the normal compact bone into spongy bone. معنى كده ان لو كان هنا في الاوفر في على المستوى الستيبس في compact bone اللي هو الفوت بليت اوف ذا ستيبس، اتفقنا زمان لو رجعت لحصه الاناتومي. طيب الفوت بليت اوف ذا ستيبس بدل ما هو compact bone هيبدا يتحول لنوع تاني اسمه spongy bone، عشان كده سمينا البروسيس دي osteospongiosis. وهنا الفاسلز بتاعته بتبقى اكتر، والسيلز بتاعته بتبقى اكتر، والثيكنس بتاعته بتبقى اكتر، عشان كده بنقول of increased vascularity, cellularity and thickness. لو حضرتك بصيت على الصوره اللي موجوده قدامك هنا هتلقى اكن الفوت بليت اوف ذا ستيبس هنا عامل زي ما يكون العظم فيه كتير. هو increased vascularity, increased cellularity و increased thickness. معنى كده ان transmission of sound waves اكيد هيتأثر. ايوه، يبقى هو بيتحول hereditary disease of the otic capsule، بيتحول فيه النورمال كومباكت بون سواء بتاع الستيبس عشان يبقى اسمه ستابيديال تايب زي ما هناخد كمان شويه، او الاندوستيال لاير بتاعت الكوكليا اللي هي انا بتكلم كده على انر اير، ويتحول من الكومباكت بون لسبونجي بون، وبيبقى increased vascularity, increased cellularity, increased thickness زي ما قلنا. طيب ايه هي الكوزس؟ هو clearly unknown، يعني clearly مفيش clear cause، انما لقوا في شويه predisposing factors وشويه causes maybe related. زي ايه؟ قال لك احنا لقيناه hereditary. يعني ايه؟ لما جه مثلا شاف المريض فبيسأله بالصدفه لقى ان الاب عنده او الام عندها او الاخ عنده، فلقوا ان فيه hereditary background، فلقوا دي حاجه من الحاجات اللي ممكن نعتبرها كوز. لو اسوشيتد sometimes مع الميسلز انفكشن، لو اسوشيتد sometimes مع الاوتو اميون ديزيزز، فقالوا ان الكوز انكلير او انون. لقوا كمان في حاجه تانية، لقوا في حاجات بتزوده بتخليه مور اكتف، يعني الست الحامل اللي ممكن ما كانش عندها ديسكفرد اوتوسكليروزس اثناء البريجننسي يبدا يظهر عندها deafness او decreased hearing، فنكشف عليها فنلاقيها عندها autosclerosis، فلاقوا increased by pregnancy hormones، يعني كمان ليه endocrinology background. كمان اللي قوى حتة الاندوكرينولوجي دي ان كمان لقوا ان thyrotoxicosis بتزوده، يعني كمان لو increased في thyroid hormones كمان بيزيد. يبقى معنى كده ان انا ما عنديش cause definite، بس هي مجرد ملاحظات، انا لقيت هنا finding ولقيت هنا finding فسميتهم maybe predisposing factors hereditary, measles, autoimmune, pregnancy hormones with thyrotoxicosis. ايه التايبس بقى؟ لو حضرتك بصيت على الصوره هنا هتلقى دول تايب واحد اسمه ستابيديال. لو حضرتك تفتكر معايا الستيبس كنا بنقول ليها الهيد بتاعت الستيبس، النك بتاعتها، الكروره، وبعدين هنا الفوت بليت. وساعتها الستيبس لو تفتكر معايا احنا كنا
كنا قايلين الستيبس دي اللي هي كانت شبه ايه لو تفتكر معايا، الستيبس دي كانت شبه ايه؟ طيب هي شبه الركاب، الركاب بتاع اللي بنركب عليه الحصان. بالظبط، هو الركاب بنحط فيه رجلينا، عشان كده هي شبه الركاب الستيبس. طيب يا اما يحصل الستيبس او الاوسكيلروز يحصل على الانتيريور كراس يعني على الدراع القداماني، يا اما يحصل على البوستيريور كراس الدراع الخلفي، يا اما يحصل سيركمفرنشال يعني داير ما يدور زي ما حضرتك شايف. في الثلاثه دول احنا افكتنج مين؟ افكتنج الستيبس، سواء انتيريور كراس او بوستيريور كراس او سيركمفرنشال. هيعمل ايه؟ هيعمل كوندكتيف هيرنج لوس فود بليت اوف ذا ستيبس وذ فيكسيشن. معنى كان ده حصل له فيكسيشن فما بقاش بيتحرك، فما بقاش فيه كوندكشن، صح؟ فبقى فيه كوندكتيف هيرنج لوس. اما لو حصل على مستوى الاندوستيال لاير بتاعت الكوكليا، يعني حصل جوه في الكوكليا، فبقى اسمه كوكليار، وده بيعمل سنسوري نيورال هيرنج لوس، يعني الاستيبس بيبقى تمام زي الفل ما فيهوش اي حاجه خالص، انما الكوكليا هي اللي افكتد. وعشان كده نلاقيها بشكل سنسوري نيورال هيرنج لوس لما نعمل العين الرينيه والويبر ونعمل العين الاوديوجرام. سام تايمز بيبقى الاثنين، بيبقى كمان الاستابيديال مع الكوكليار، فبيديني فايندنج اوف ميكسد هيرنج لوس. طيب انا عايز اعرف هو الانسيدنس بتاعه ايه؟ هو اوتوزومال دوميننت، لو اكتر في الفيميلز توايس از ميلز، الاوتوزومال دوميننت يعني دايما بيران ان فاميليز زي ما قلت لحضرتك، يعني سهل قوي الفيميل دي تيجي لما اسالها تقول لي والله باباها، والله لا يعني ده اخوها. فاوتوزومال دوميننت موجود في الفيميلز توايس از ميلز، رانز ان فاميليز، بيحصل عاده في الميدل ايج 40s، كان بي فاوند ان بريجنسي، يعني نقدر نلاقيه كمان زي ما قلت لك في البريجننسي. فده الانسيدنس بتاعه. هو يصنف الكومنست كوز اوف بايلاترال كوندكتيف هيرنج لوس في الادلتس، ركز معايا، عشان الكومنست كوز اوف بايلاترال كوندكتيف هيرنج لوس ان ادلتس، خليني ازود لك كلمه انا مش كاتبها وتعمدت اخبيها عشان تحفظها ورايا، with intact eardrum. يعني ايه؟ هو اشهر سبب من اسباب الكوندكتيف هيرنج لوس، بس يكون الاير درام تبقى intact. فهمني ازاي؟ الاير درام تكون انتاكت. مين كمان بيعمل هيرنج لوس كوندكتيف ومشهور جدا؟ الواكس ديفينتلي، يعني الواكس، الاير واكس ممكن يبقى بايلاترال بس ممكن يبقى يونيلاترال. فلقوا ان الكومنست كوز اوف بايلاترال كوندكتيف هيرنج لوس وذ انتاكت درام ان ادلتس هو مين؟ الاوتوسكليروزس. طيب خليني اسالك السؤال ده كمان عشان المالتيبل تشويس وعشان الشفوي، هو ايه الكومنست كوز اوف بايلاترال كوندكتيف هيرنج لوس وذ انتاكت اير درام ان تشيلدرن؟ ده ان ادلتس، كلامي واضح؟ طب ايه بقى الكومنست كوز اوف بايلاترال كوندكتيف هيرنج لوس وذ انتاكت درام ان تشيلدرن؟ والله قلتها لك في محاضره من المحاضرات اللي فاتت، كانت الكرونيك اوتيتس ميديا وذ افيوجن، اللي هي الجلو اير او السكريتوري اير. وارجع للمحاضره ان شاء الله وهحط لك لينكها لو انت عايز في الديسكريبشن تحت. ايه السيمتوماتولوجي اللي ممكن العين ده يشتكي منه؟ هيشتكي من ديكريزد هيرنج. ايه نوعه يعني يا دكتور؟ لو كان استابيديال هيبقى كوندكتيف هيرنج لوس، ولو كان كوكليار هيبقى سنسوري هيرنج لوس، ولو كان ميكسد يعني ميكسد استابيديال وكوكليار هيبقى ميكسد هيرنج لوس. مين اخت الديكريزد هيرنج؟ دايما بنقولها معاها التانيتس، وعلى فكره التانيتس دي حاجه مهمه جدا هرجع لها في التريتمنت، هرجع لها كمان شويه في التريتمنت. يبقى العين بيبقى عنده ديكريزد هيرنج واضح، وعنده وش، عنده صفاره في ودنه، الصفاره دي نوت جرانتيد. يعني انا لما بقول للمريض بتاعي تعال اعمل لك العمليه مثلا، لو انا هصلح الاستابيديا الاوتوسكليروزس ده، بقول له بس ما فيش ضمان ان التنسس يتصلح، ما ينفعش اوعده بيه خلاص، فلازم اخد بالي ديكريزد هيرنج مع تينيتس. امال بقى يعني ايه كوايت فويس؟ ويعني ايه الكلمه دي؟ هرجع لها. يعني ايه كوايت فويس؟ هطلب من حضرتك طلب، حضرتك دلوقتي وانت بتسمع المحاضره بتاعتي اقفل الودان الاثنين بصوابعك، او اقفل الاوركل على الميتس، يعني اكنك بتقفل ودانك الاثنين، اقفل ودانك الاثنين واتكلم، اتكلم جواك، اتكلم جواك. لما هتتكلم جواك هتسمع الصوت very highly magnified، هتتخض من صوتك. ليه؟ انت قافل الودنين الاثنين فسامع الصوت جواك، فعلشان كده لو جيت تتكلم مع الناس هتتكلم بصوت واطي. ليه؟ لانك حاسس ان صوتك عالي. طب ليه حاسس ان صوتك عالي؟ لان انت قفلت الكوندكشن في الناحيتين. هو ده القصه بتاعت الاوتوسكليروزس، وهو ده القصه بتاع اي عيان عنده بايلاترال كوندكتيف هيرنج لوس. لو العيان ده عنده بايلاترال كوندكتيف هيرنج لوس هو اتعزل عن اللي حواليه، فبيعلي صوته ظنا منه
ظنا منه ان الناس عايزه تسمع، فلما يجي يتكلم يلقى صوته عالي قوي، فيضطر بدل ما يعلي الصوت يبقى يهديه جدا، لان هو سمعه جواه عالي جدا. جرب التاست ده وعمرك ما هتنساه. اقفل الودنين الاتنين واتكلم، هتلقى صوتك عالي قوي. فان اوردر انك خايف تكسف نفسك قدام الناس، هتعمل ايه؟ هتتكلم بصوت خافت. فدايما واحده من اهم الساينز بتاعت البيشنت ده والسيمتومز، العيان داخل عليا بلاقيه بيتكلم بيتوشوش مؤدب بزياده. فالعيان ده عامل كده ليه؟ اول ما اشوفه كده اقول العيان ده عنده بايلاترال كوندكتيف هيرنج لوس. تعال على صفه تانية مميزه اسمها باراكيوزس والشياي. ركز في الكلمه باراكيوزس والشياي، ودي برضو انا كاتب لك جنبها بايلاترال كوندكتيف هيرنج لوس، عشان بيخدعوك في اسئله الشفوي ويقولوا لك يا ابني هو الكوايت فويس والبايلاترال كوندكت والباراكيوزس والشياي بتوع الاوتوسكليروزس يعني سبيسيفيك. حضرتك تقول له لا، دول بتوع اي حاجه فيها بايلاترال كوندكتيف هيرنج لوس. ايه بقى الباراكيوزس والشياي دي؟ اعمل نفس الحركه اللي احنا عملناها من شويه، خلاص؟ يعني احنا عايزين نتصور ان احنا عندنا بايلاترال كوندكتيف هيرنج لوس، نقفل الاوركلز او نسد الميتس بتاعتنا، وتصور انك قاعد في وسط العيله بتاعتك. حلو جدا؟ بابا وماما واخواتك قاعدين وعمالين بيتكلموا معاك، حضرتك مش سامعهم، صح؟ عمالين بيتكلموا عادي، حضرتك مش سامعهم. طيب ايه اللي هيحصل لو التلفزيون اشتغل وصوت التلفزيون عالي؟ التلفزيون اشتغل واحنا معلين صوت التلفزيون على الاخر، بابا عشان يكلمك او ماما عشان تكلمك او اخواتك عشان يكلموك هيضطروا يعملوا ايه؟ هيعلوا صوتهم. يبقى هو بيعلي صوته وهو مش فاهم انك مش سامعه، هو بيعلي صوته لان في دوشه، فعايز يسمع الناس كلها. فهو قال لك يعني ايه باراكيوزس والشياي؟ معناها hearing better او better hearing in noisy environment. يعني ايه؟ يعني العيان بتاع الاوتوسكليروزس او بتاع البايلاترال كوندكتيف هيرنج لوس بيستفيد ان الانفايرمنت اللي حواليه دوشه، الانفايرمنت اللي حواليه دوشه، فاللي بيتكلم تلقائي بيعلي صوته من غير ما يعرف ان التاني ده اخينا ده مش سامع. فايه اللي بيحصل؟ اللي قدامه تلقائي هو اللي بيعلي الصوت. يبقى الباراكيوزس والشاي معناها ايه؟ hearing better in noisy environment. ليه حصل؟ لان اللي قدامك اللي بيكلمك هو اللي علّى صوته. علّى صوته ليه؟ عشان يسمعك لان في دوشه. انما لو القصه بتاعت التلفزيون دي اختفت ولقيتوا نفسكم قاعدين بس انتوا الثلاثه ولا انتوا الاربعه ولا انتوا الخمسه، هو هيتكلم بصوت عادي خالص، فتلاقي حضرتك ما انتش سامع. ليه؟ لان هو بيتكلم بصوت بالراحه. طيب الحاجات دي زي ما قلت لك سيمتوماتولوجي. طيب كلينيكال بيكتشر ساينز، اتفقنا قبل كده زمان قلنا سيمتومز اللي العيان بيقولها بتشوفها عليه وساينز اللي انت بتاكزامن. خد بالك بقى وركز معايا في الكلمه دي، مش انتاكت درام يا دكتور حازم زي ما قلتها لي من شويه، ده نورمال درام. هو في فارق ما بين كلمه نورمال وانتاكت. النورمال انتاكت بس طبيعيه خالص، انما الانتاكت دي ممكن تكون كانت بيرفوريتد زمان وقفلت، او وراها اوتيتس ميديا وذ افيوجن انتاكت. انما النورمال يعني ايه؟ يعني ان ديزيزد، مفيش ديزيز خالص. فتبص على ودن العيان تبقى تتجنن، العيان عنده كومبلينت هيرنج لوس، كوندكتيف هيرنج لوس او استابيديا او سنسوري هيرنج لوس، وتبص على الاير درام تلاقيها نورمال. فدي حاجه مهمه جدا تحفظها، تبص على ودن العيان تلاقيها نورمال. يبقى نورمال درام، بس هزود عليها كلمه صغننه خالص اول مره تلاحظها معايا، اسمها ان اكتيف ستيج، لان دي بروسيس انا سميتها لك من شويه اوستيو سبونجيوزس، انكريزد سيلولاريتي انكريزد فاسكولاريتي. طيب لو كانت في الاكتيف ستيج، يعني لسه العيان الستيج بتاعه اكتيف بالذات في البريجننسي، هتلقى حاجه اسمها شوارتز ساين. ايه شوارتز ساين دي؟ ريد درام. يعني حضرتك لما تبص على الدرام تلقى لون ريد، ما تبقاش نورمال بقى. نورمال دي لو كانت في الان اكتيف ستيج، انما ممكن تبقى ريدش، اسمها شوارتز ساين في الاكتيف ستيج. وقال لك الشخص اللي وصفها، يعني ما اعرفش وصفها ازاي، بس هو قال لك دي شبه طائر الفلامينجو، يعني شبه الريد، الريد كلر بتاع طائر الفلامينجو. فقال لك والله ده يعني فلامينجو ابييرنس او شوارتز ساين او ريدش درام. وخد بالك ان الريدش درام دي ديفرنشال دايجنوزس بتسال فيه في الشفوي وفي اسئله المالتيبل تشويس، خدنا منها زمان الاكيوت اوتيتس ميديا وذ بلجنج ريدش درام، والثانيه اهي، الثانيه كمان معانا اهي، وبعد كده هناخد حاجات ثانيه ليتر اون. الثانيه معانا اهي اللي هي ايه؟ الاكتيف ستيج شوارتز ساين فلامينجو ريد اير درام. وده رير لانك عاده ما بتشوفش العيان في الاكتيف ستيج، عاده بتشوفه في الان اكتيف بعد ما خلاص الباثولوجي يكون خلص. طب لو عملنا عيان تونينج فورك تيست هتلاقي طبعا كوندكتيف هيرنج لوس، يعني رينيه نيجاتيف
في الاستابيديال، وهتلاقيها reduced positive في حالات السنسوري نيورال اللي هي الكوكليير. عظيم. دول الساينس. investigations، عايز تinvestigate العيان ده هتعمل له ايه؟ اوديومتري وانت وحظك. لو كان استابيديال هيطلع conductive hearing loss، لو كان cochlear هيطلع sensory neural hearing loss، ولو كان mixed استابيديال وcochlear هيطلع mixed hearing loss. هاجي على دي تمبانومتري تايب اي اس. فاكر الكلمه دي تمبانومتري؟ انا قلتها لك كتير قوي على فكره. قلت لك التمبانومتري بتاع الاوتيتس ميديا والديفيوجن كان تايب بي، وقلت لك بتاع التمبانوسكليروزس قلت لك ده ممكن يكون اي اس، وهو اي اس تانية جت اهي. وقلت لك بتاع الريتراكتد اير درام كان تايب سي، اللي هي كانت الاتلكتاتيك كانت تايب سي. طيب النهارده بقول لك تمبانومتري تايب اي اس. يعني ايه اس؟ او ايه شورت حرف الاس؟ او ايه ستانتد يعني قصير حرف الاس؟ او ايه ستيفنس يعني متيبس بحرف الاس؟ لو حضرتك بصيت ده الشكل الطبيعي للتمبانوجرام اللي هو الاي دي. لما باجي احط البروب بتاعي جوه الودن زي ما شرحت لك قبل كده في التمبانومتري، وارجع لدرس التمبانومتري في محاضره السكريتوري اير، قلت لك ان احنا بنحط بروب جوه الودن جوه الاير كانال. البروب ده بيعمل زي اصوات، والاصوات دي بتعمل موبيليتي في الاير درام، او الويفز دي بتعمل موبيليتي في الاير درام. الطبيعي بتاعي ان في هواء في الميدل اير، فالاير درام تتحرك. بص معايا، الاير درام تتحرك تعمل لي بيك وبعدين ترجع تاني مكانها لانها بتتحرك عادي. ايه اللي هيحصل لو الاوسكلز ستيف؟ يعني الاوسكلز يعني مثبته الدرام. الدرام هتحرك حركه صغيره وترجع، حركه صغيره وترجع، يبقى اسمه ايه؟ شورت. ايه اللي يحصل لو الاوسكلز مخلعه من بعضها؟ اللي هو اسمه الاي دي، اي ديسلوكيشن. يعني الاوسكلز بعيده عن بعضها، ودي انا شرحتها لك برضو قبل كده. هتلقى الكيرف الاير درام بقى بتفلوت، بتتحرك، يعني بتتحرك حركه عنيفه. ابوصل الكيرف الاير درام تتحرك لفوق وبعدين ترجع تاني لوضعها الطبيعي. ليه؟ لان مفيش حاجه ماسكاها، الاوسكلز مخلعه من بعضها. ديسلوكيشن او ديسربشن او discontinuity، التلاتة بحرف الدي، عشان كده سميناه AD curve. يبقى ده AS pathognomonic للستيفنس، خدناها زمان في السكليروزس تمبانو، ودلوقتي بناخدها كمان في الاوتوسكليروزس. ايه بقى الاستابيديال ريفلكس؟ الاستابيديال ريفلكس اللي بقولك عليه absent، وانا لازم افهمه الاول عشان اقول هو absent ليه. الاستابيديال ريفلكس، فاكر زمان لما خدنا مصل اسمها استابيديس كانت موجودة جوه عظمة اسمها بيراميد، قلنا عضله جوه عظمه كانت موجوده في البوستيرير وول اوف ذا ميدل اير. ارجع ارجوك لحصص الاناتومي. طيب اللي ايه بيحصل للعضله دي؟ وكان عندنا عضله ثانيه اسمها تنسور تيمباناي، كانت واحده فيهم اتاتشد، اللي هي تنسور تيمباناي اتاتشد للميليس، والاستابيديس اتاتشد للستابس. قال لك مع النويز، مع النويز بيحصل ريفلكس ان العضلتين دول بيشدوا على العظم بتاعهم. يعني التنسور تيمبانايت تشد على الميليس فتحكم الحركة بتاعتها قوي، والاستابيديس تشد على الستابس فتبعدها سنة عن الأوفال ويندو، علشان ما انقلش النويز العنيفة دي للإنر إير فخربها. طيب إيه اللي هيحصل لو الاستابيديس مصل مش شغالة؟ طب هو الاستابيديس مصل هتكون مش شغالة في حالتين، ركز معي. الاستابيديس ماسل نفسها مش هتكون شغاله لو كان الفيشيال نيرف فيه باراليسز، لان الفيشيال نيرف هو اللي كان بيغذي الماسل اللي هي اللي اسمها استابيديس. طيب ادي واحد، ادي حاله هيكون فيها استابيديال ريفلكس ابسنت. طيب الاستابيديال ريفلكس هيكون ابسنت كمان في حاله تانية اللي هي الحاله بتاعتنا اللي هي الاوتوسكليروزس. ليه؟ لان العضله اللي اسمها استابيديس هتتحرك بقى المره دي، مش مشلوله ما فيهاش باراليسز، هتتحرك العضله لكن هتلقى العظمه اللي فيكسد. حلو كده؟ يبقى الاستابيديال ريفلكس عشان يشتغل عايز حاجتين، عايز عضله وعايز عظمه. عايز استابيديس شغاله وعايز الاستيبس شغاله. لو الاستابيديس فيها باراليسز زي حالات الفيشيال نيرف بولسي هيبقى الاستابيديال ريفلكس ابسنت، ولو الاستيبس نفسها فيكسد ساعتها مهما العضله بتاعتها تتحرك هيبقى الريفلكس ده ابسنت. فلو جيت حسبت او عملت الاستابيديال ريفلكس تيست هلقاه absent. فدول حاجات لو سمحت ما تنساهاش. لو سألتك الاستابيديال ريفلكس absent في أي حالات هتقولي في الاوتوسكليروزس عشان الاستابس فيكسد، وفي الفيشيال نيرف بولسي عشان الاستابيديس مصل بارالايزد. استابيديال ريفلكس الاسم التاني بتاعه acoustic reflex أو
ميدل اير ماسل، ميدل اير ماسل ريفلكس او اتنيويشن. عجباني جدا الكلمه دي ولازم تعجبك، اتنيويشن ريفلكس. ليه اتنيويشن؟ لان لو في نويز هي بتاتنيويت النويز، بتقلل النويز. فاللي بيحصل بقى في العيانين بتوع الاوتوسكليروزس، بدل ما النويز تعمل حركه، لا ده الستيبس فيكسد، فالعيان ده يبقى عنده ستابيديا ريفلكس ابسنت او اتنيويشن ريفلكس ابسنت. كمان مره بفسرها لك، النويز ميكس ذا ماسلز اوف ذا ميدل اير ستيفن ذا اوسكلز، اللي هم مين فيهم؟ الميليس والستيبس. احنا دلوقتي بنتكلم، سيبك من الميليس، ما بنتكلمش على التنسور تمباناي. الستيبس بيدرو الستيبس، الاستابيديس بيدرو الستيبس اواي فروم ذا اوفال ويندو. فاللي بيحصل لو الستيبس نفسها فيكسد، عمر ما الاستابيديس ماسل هتنجح في انها تحركها، فهيكون استابيديا ريفلكس ابسنت. تريتمنت سلايد تقيل بس عايزك تركز فيه. نو تريتمنت لو الاير بون جاب، الكلمه دي جديده. الاير بون جاب يعني ايه؟ يعني الفارق ما بين سمع العيان بالاير وما بين سمع العيان بالبون. هنا في حرف اي ناقص، سامحونا فيه. اير بون جاب، الاير بون جاب بتبقى في حدود 25 ديسيبل. على فكره احنا كلنا كده، يعني كلنا ممكن نسمع بالثراشولد بتاعنا اب تو 20 25 ديسيبل لوس، وده بيعتبر considered normal، بيعتبر normal. يعني لو في حد عنده شوية وكس في ودانه عامل له hearing loss of 20 decibel بنعتبره normal، بننظف الودن بيرجع طبيعي خالص. طيب فلو العيان ده عنده hearing loss حوالي من 20 ل 25 decibel، يعني تحت ال 25، ساعتها no treatment. اوعى تعمل العيان بتاعك حاجة، لانك مش هتقدر تحسن له سمعه احسن من كده. ده انا بقولك هو بيعتبر طبيعي. طيب لو العيان ده عنده ستابيديا الاوتوسكليروزس، يعني ايه؟ يعني الانكاس تيجي تحرك الستيبس، الستيبس فيكسد، الستيبس فيكسد ما بتتحركش، او ما اعمل ايه؟ هشيل الكروره بتاعت الستيبس اللي كانت موجوده هنا، واشيل الهيد بتاعت الستيبس، اخلعهم، اسمهم ستيبس سوبرا ستراكشرز، اخلعهم واعمل فتحه صغيره هنا، خرم، فتحه، هول هنا. لما بعمل هول هنا، بعمل هول بوصل لمين؟ للباري ليمف. معنى كده ان لو وصلت وصله ما بين الانكس زي ما حضرتك شايفها كده وما بين البيري ليمف، لو الميلياس اتحركت فحركت الانكس، فالانكس هتحرك البروثيسس ده فيحرك البيري ليمف، يبقى انت نقلت الساوند. معنى كده ان الفود بليت ده فيكسد، بس انا عايز اوصل لجوه، هوصل ازاي؟ اعمل فتحه وماليش دعوه بقى خلاص بالسوبرا ستراكشرز، هشيلها اكني استبدلت العظمه. فبعمل عمليه اسمها استابيدكتومي او استابيدوتومي. استابيدوتومي يعني فتحه بس، استابيدكتومي يعني بشيل الستيبس سوبرا ستراكشرز. طيب ده في حالات مين؟ ما ينفعش اعمله بقى في حالات الكوكليا، يعني لو انا عنده كوكليا اوتوسكليروزس ايه الفايده؟ ما هو العيان عنده ثيكنس جوه في الاندوستيال لاير. انما ينفع اعمله في حالات الاستابيديا الاوتوسكليروزس، وساعتها بريبليس باي فات، بحطه هنا مع واير زي ما حضرتك شايفه، او حاجه اسمها تيفلون بيستون، مش مهمه اسماء البروثيسز قوي، بس في الاخر هي بروثيسز صناعيه بحطها علشان استبدل العظم بتاعت الستيبس اللي فيكسد. يبقى الميليس تحرك الانكس، الانكس تحرك البروثيسز، والبروثيسز يحرك البيري ليمف، لان حضرتك عطيت هول هنا وخليت البروثيسز واصل للهول ده. طب اعملها في اي ودن يا دكتور؟ انت بتقولي بايلاترال، يعني العين ده عنده بايلاترال هيرنج لوس، تعملها في الورس، تعملها في الاضعف. يعني بعمل العين الريني يطلع بايلاترال نيجاتيف، اعمل له الويبر، يبقى الويبر لو تفتكر زمان في حصه الريني والويبر هيروح لمين؟ هيروح للودن الضعيفه، يبقى هي دي الودن اللي هعمل فيها العمليه. طب ليه بتعمل في الضعيفه؟ بعمل في الضعيفة علشان لو أنا دكتور شاطر أخليه يسمع حلو، ولو أنا دكتور مش شاطر والعملية باظت مني إيه اللي هيحصل؟ ما يبقاش خربت له السليمة، ما يبقاش خربت له الكويسة. فهمتني إزاي؟ فدايما تعمل عملياتك في الورس إير، في الليس هيرنج إير. طب لو العيان ده عنده كوكليار أوتوسكليروزس، العملية مش تنفعه. طب لو العيان ده عنده سيرجري رافضها، ريفيوزد سيرجري، أو كونترا إنديكيتد، مثلا عيان عمل هارت ديزيز، هارت سيرجري، والعيان مش فيت فور سيرجري، كونترا انديكيتد سيرجري، او العيان عنده اكتف ديزيز، يعني لسه الديزيز بتاعه اكتف، يعني شوارت ساين بوزيتيف، يبقى ساعتها بدل ما تعمل العيان العمليه دي هتدي العيان ده صوديوم فلورايد، ده دواء. طب الصوديوم فلورايد ده بتديه بجرعه قد ايه؟ 30 مللي جرام تي اي دي. ده بيعمل ايه؟ بيحسن بقى البون ثيكنس، بس بتديه سنتين، ثلاث مرات في اليوم 30 مللي جرام لمده سنتين، وبتدي معاه سبلمنتس فيتامين دي وكالسيوم. بس خد بالك ليه تاثير تيراتوجينيك في البريجننسي، وليه تاثير واحيانا بيعمل ابورشنز،
وليه تأثير على الروماتويد، ينكريز الروماتويد، وممنوع تماما في حالة الرينال فيلير. يبقى ايه صوديوم فلورايد؟ ايه الانديكيشنز بتاعته؟ في الكوكليار اوتوسكليروزس، او في الريفيوزد سيرجري، او الكونترا انديكيتد سيرجري، او في الاكتيف ديزيز. الكلام ده لو الهيرنج جاب اكتر من 25. طب وايه الانديكيشنز بتاعت الاستابيداكتومي او الاستابيدوتومي؟ لو كان في استابيديال اوتوسكليروزس ويكون فوق ال 25 هيرنج لوس، ويكون في ان اكتيف ديزيز، ما يكونش اكتيف. طيب هيرنج ايد بقى، فرضا عن لا عايز ياخد ده ولا عايز ياخد ده ولا عايز ياخد ده، والعين عايز سمعه يتحسن، او الست دي حامل وما ينفعش تعمل لها صوديوم فلورايد، وما ينفعش تديها تعمل لها ستابيداكتومي عشان حامل، تعمل ايه؟ تحط هيرنج ايد. يبقى الهيرنج ايد if operation failed، يعني لو الاوبريشن باظت، او refused من الاساس خالص عن رفضها، او كونترا انديكيتد لان العين عنده جنرال موربيديتي منعاه. طيب الهيرنج ايد، خد بالك من الكلمه دي لان دايما راكب في دماغنا ان كلمه هيرنج ايد يعني في السنسوري نو هيرنج لوس. لا، دي مره من المرات الثانيه اللي بقول لك ان الهيرنج ايد ينفع يستخدم في حالات الكوندكتيف هيرنج لوس كمان. فاكر الاولى كانت فين؟ كانت في حصه او في درس الاتلكتاتيك اير درام والادهيزيف اير درام، لما قلت لك الادهيزيف ملهاش عمليات والعين ده يحط هيرنج ايد. يبقى الهيرنج ايد اهو تاني مره ممكن ينفع في الكوندكتيف، وينفع في السنسوري نيورال، وينفع في الميكسد، في حالات الاوبريشن فيلد، حالات الريفيوزد سيرجري، او حالات الكونترا انديكيتد سيرجري. حاسس النهارده تقيله وبتيجي كيسز بروبلم سولفنج كتير قوي، هناخد لها بروبلم سولفنج سيبريت ليتر اون، وبتيجي في المالتيبل تشويس وفي الشفوي بتحب جدا، فارجوك خد بالك منها وذاكرها من اي سورس موجود معاك. حاسس النهارده خلصت، اتمنى تكون وصلت على اتم وجه، وثانك يو سو ماتش.